مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. فدلتنا كيف ما كتشوفوا معنا من منطقه درب عمر، يعني بعد عطله عيد الاضحى المحلات تفتح ابوابها في وجه العموم وفي وجه الزبناء وكذلك الناس اللي كيجيو. قصريات درب عمر المعروفه يعني بالمنتجات ديالها وكذلك المنتجات اللي كيتباعوا بالجمله البيعه والشرايه. كيف ما كتبهم بعد العطله الطويله اللي كانت عرفات اغلاق المحلات بدرب عمر تقريبا راه جوج ديال الاسابيع وهي مسدوده، حاليا رجعت الحركيه لهاد المنطقه هذه. صراحه منطقه اللي نقدر نقول لكم اللي من بين المناطق اللي ما كتخواش تقريبا 24 ساعه على 24 يوميا كيجيو الناس من داخل المدينه ديال البيضاء من خارجها، كلشي كيجي للبلاصه حيت عارفين لـ 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 يعني الاشياء اللي كتباع فيها وكذلك المنتجات ديالها الوفره ديالها. لان كاين ناس كما سبق وقلت كي البيعه والشرايه اللي كيجيو هنا كيشريو بثمن الجمله وكيشريو الكونتيتي، وكاين كذلك الزبناء اللي كيشريو يعني غير حبه ولا جوج ولكن كيقلبوا على لا كاليتي. فهنا داكشي علاش كيجيو لدرب عمر، لان كاين محل حدا محل والمحلات لا تعد ولا تحصى. تقدر تشوف السلعه في هذا المحل وتشوفها في المحل اللي حداه وانت تختار على حساب جيبك وعلى حساب كذلك الكاليتي اللي كتقلب عليها. اذا حاليا كيف ما كتبعوا رجعت الحركه الى المنطقه من بعد العطله اللي خداوها جميع تقريبا اصحاب المحلات بالمنطقه. لكل عيد اضحى كتلقاهم كيغبروا حد مده تقريبا ديال جوج ديال الاسابيع. حاليا الحمد لله رجعت الحركه الى المنطقه، كيجيو الناس كيبان لك يعني كتعرف غير من لي ماتريكول ديال السيارات، السيارات اللي من مدينه الدار البيضاء وكذلك السيارات اللي من خارجها. اذا في هاد الاثناء كيف ما كتبعوا مشاهدينا كيف نسبق وقلت الحركه رجعت لهذا المنطقه ولهذا السوق ولهذا الحي اللي هو درب عمر، يعني اللي معروف منذ القديم معروف بالتواب شويه تعرف ببعض المنتجات البلاستيكيه ولا كذلك الثياب النسائيه، الثياب ديال الرجال، السلعه ديال الجمله البلاستيك، يعني كل شيء ولا كيتباع هنايا. وكاع الناس اللي كتبغي تشري كتجي تشري من هذه البلاصه هذه لانهم عارفين المنتجات اللي كتوفر عليها ولا اللي كتوفر عليها محلات ديال قصريات الدرب عمر. كيف ما كتبعوا مشاهدينا كيف ما سبق وقلت الحركيه رجعات بشكل تدريجي، حلوا اصحاب المحلات تقريبا كاملين، كاين اللي مازال كاع محل ولكن الناس اللي جاوا الزبناء جاوا، كاين يعني طلب كاين العرض. وكنتمناو يعني الخير للجميع والله يوفق الجميع للمحلات اللي في درب عمر ولا كذلك باقي المناطق والقصريات اللي في مدينه الدار البيضاء ولا كذلك خارجها، لان البيع والشراء ولا التجاره فهي ركيزه من ركائز الانعاش الاقتصادي في المدن او في يعني في الدول عبر العالم، لان هذا كنعتبروه معاملات اقتصاديه ولو انها صغيره الا انها كتزيد وكتساهم في اقتصاد ديال البلاد، لان كاين منتوجات تستورد وكذلك تصدر من درب عمر ولا كذلك باقي المناطق اللي كتعرف رواج تجاري في المملكة المغربية. إذن إلى هنا مشاهدينا كينتهي المباشر من منطقة درب عمر وإلى مباشر آخر إن شاء الله.